احنا هنكمل درسنا النهارده عن الجدول الدوري. احنا اتكلمنا عن الجدول الدوري قبل كده وقلنا من الخصائص اللي احنا كنا عايزين نعرفها عنه. اول حاجه كانت الحجم الذري، ثاني حاجه اتكلمنا عن السلبيه الكهربيه، ثالث حاجه عايزين نتكلم عن الفلزات ولا الفلزات، وهو ده درسنا النهارده. كنا قبل كده بنقول ان الجدول الدوري بيبتدي من انهي ناحيه، من اليسار ولا اليمين؟ بيبدا الجدول الدوري من يسار، اللي ايه الجدول هنجي اللي هو 1A و2A وكان 18 مجموعه وانتهى في اليمين بالله في الذات وبعد كده العناصر الخامله. يبقى انا عرفت دلوقتي ان في الدوره الواحده بتتدرج الخواص من اليسار للايه؟ لليمين. بتبدا بايه؟ بالفلز، وكل ما امشي لليمين بيديني ان هو اشباه فلزات وبعد كده اللا فلزات وبعد كده العناصر الايه؟ الخامله. ساعات يجي لك يقول لك ايه صح ولا غلط؟ كلما زاد العدد الذري من اليسار لليمين في الدورة الواحدة بتقل الصفر الفلزية، صح ولا غلط؟ هنقول طبعا ايه؟ ما دام بتقل الصفر الفلزية اعتبر ايه؟ صح، لان انا كل ما بمشي من اليسار لليمين الصفر الفلزية بتزيد بتقل، ومين اللي بيزيد الصفر ايه؟ لا فلزية. وفي النهاية العناصر الخامل. في عندنا حاجة اسمها أشباه الفلزات، أشباه الفلزات اللي هي ايه؟ موجودة عندنا هنا في الجدول قبل اللا فلزات. دي هي عناصر تتشابه خواصها مع خواص الايه؟ طبعا بين الفلزات وبين اللا فلزات، تتشابه الخواص بتاعتها بين الفلزات واللا فلزات. طيب انا عايز دلوقتي اعرف هل الفلزات كلها يا ترى كلهم نشاطهم زي بعض ولا بيختلفوا؟ قال لك لا طبعا الفلزات بيحصل لها ايه؟ بتختلف نشاطها بعضها عن بعض. حاجه بص هنا اهو بالنسبه للبوتاسيوم، هل نشاطه زي الصوديوم او زي الكالسيوم او المغنيسيوم؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. قال لك كل من البوتاسيوم والصوديوم بيتفاعلوا لحظيا مع الايه؟ مع الميه، ويتصاعد غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بايه؟ بفرقعه. وده هنشوفه في الايه؟ في التجربه اللي هنعملها بعد شويه. التجربه بتطلع جميله قوي نتيجه وجود غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بايه؟ بفرقعه. في عندنا بعد كده الكالسيوم والمغنيسيوم، لو جبنا قطعه من الكالسيوم او المغنيسيوم ووضعناها في الميه، بس لازم تكون ميه ايه؟ قال لك بتتفاعل ببطء شديد مع الميه الايه؟ البارده. بينما الخرسين والحديد بيتفاعلوا مع درجه الحراره المرتفعه شويه من ايه؟ من بخار الميه او من الميه السخنه. في النحاس والفضه ده لا يتفاعل مع الايه؟ مع الماء. طبعا انا الكلام ده يا بنات شايفين بنقول هنا اهو بوتاسيوم وصوديوم وكالسيوم ومغنيسيوم. انا دمجتهم في كلمه صغيره اللي هي بقول عليها بص كم خد نفض. لما اجي اقول لك بو تبقى ايه؟ بوتاسيوم، ص صوديوم، ك كالسيوم، ما مغنيسيوم، خ خرسين، حديد، بعد كده النحاس والفضه. فممكن من الجمله دي اقدر افتكر ده لو احنا نسيناها ولا حاجه. ده بالنسبه لسلوك الفلزات مع الايه؟ مع الميه. ودايما يجي يقول لنا ما سلوك الفلزات الاتيه مثلا مع الميه، يجيب لك البوتاسيوم مثلا والنحاس يقول لك سلوكه ايه؟ مع الميه. البوتاسيوم بيتفاعل لحظيا مع الميه ويشتعل بفرقعه نتيجه تصاعد غاز الهيدروجين، بينما النحاس لا يتفاعل مع الماء. ده بالنسبه لايه؟ للفلزات. قال لك طب العناصر دي قسموها، لما قسموها قالوا احنا هنقسمها ونسميها متسلسله النشاط الكيميائي. ايه بقى متسلسله النشاط الكيميائي؟ احنا عملنا هنا ايه؟ رتبنا العناصر الفلزيه ترتيبا ايه؟ تنازليا حسب نشاطها الايه؟ الكيميائي. يبقى لما اجي اقول لك متسلسله النشاط الكيميائي هي ترتيب العناصر الفلزيه ترتيبا تنازليا حسب نشاطها الايه؟ الكيميائي. نيجي عايزين نقارن دلوقتي بين الايه؟ بين الفلزات واللا فلزات. مقارنه كيميائيا، احنا خدنا بقى قبل كده المقارنه بين الفلزات واللا فلزات فيزيائيا. هنيجي نشوفها بقى كيميائيا ايه اللي بيحصل لما هاجي اضيف على كل من المغنيسيوم، ده طبعا يفلز، والكربون، نضيف عليهم مين؟ حمض الهيدروكلوريك المخفف. هنجد ان المغنيسيوم بيتفاعل مع الحمض ويتكون ويتصاعد غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بايه؟ بفرقعه. وهنشوف التجربه دي طالعه جميله جدا في الفيديو اللي هنشوفه بعد شويه، هنبقى نتفرج عليه. اما الكربون لا يتفاعل خالص مع الايه؟ مع الاحمض. طب نيجي نشوف تاثير الاكسجين الهوائي الجوي مع المغنيسيوم. المغنيسيوم لما باجي اشعله في وجود اكسجين الهواء الجوي بيتصاعد ماده مسحوق ابيض من اكسيد المغنيسيوم مع ضوء مبهر.
قال لك اكسيد المغنيسيوم اللي بيطلع ده يا ترى اكسيد ايه؟ حامضي ولا قاعدي؟ قال لك اه. طب احنا لما نيجي نعمل التجربه ونضع اكسيد المغنيسيوم مع الميه بيديني حاجه اسمها هيدروكسيد المغنيسيوم. كلمه هيدروكسيد دي بتفكرنا بايه؟ بالقلوي. معنى كده ان هو اكسيد قاعدي، يبقى اكسيد المغنيسيوم او اكسيد الفلز اكسيد قاعدي. بيعمل ايه في ورقه عباد الشمس؟ طبعا احنا عارفين ان القلويات بتزرق ورقه عباد الايه؟ الشمس. نيجي بعد كده في اللاف الزاد هنلاقي ان الكربون، لو جبنا قطعه من الكربون واشعلناها في وجود اكسجين الهواء الجوي هيتصاعد غاز اسمه غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون مع الميه هيديني حمض الكربونيك. حمض، انا بقول حمض، حمض بيعمل ايه في ورقه عباد الشمس؟ برافو، بيحمر ورقه عباد الايه؟ الشمس. يبقى اي حمض بيحمر، وطبعا احنا قلنا القلوي ايه؟ بيزرق. افهم من كده ان الفلزات اكاسيد قاعديه بتزرق ورقه عباد الشمس، اما اللافلزات هي اكاسيد حامضيه بتحمر ورقه ايه؟ عباد الشمس. ساعات بيجي يقول لنا هنا اهو رسم بياني، عايزاكم تعرفوا لي رسم الفرق بين الدوره والمجموعه في بالنسبه للصفر ايه؟ الفلزيه. في الصفر الفلزيه في العلويات في عدد ذري وهنا ايه؟ الصفر الفلزيه. في الدوره الواحده ايه اللي بيحصل؟ هنبص هنا الدوره الواحده، مش الدوره الواحده؟ العدد الذري كده كده بيزيد. والصفر الفلزيه بيحصل لها ايه؟ من اليسار لليمين. الصفر الفلزيه بتقل، يبقى العدد الذري بيزيد والفلزيه بتقل، يبقى ده تناسب ايه؟ عكسي، يبقى ده تناسب عكسي. اما نيجي نشوف في المجموعه الواحده ايه اللي بيحصل؟ العدد الذري بيزيد والصفر الفلزيه بتزيد، ما دام ده بيزيد وده بيزيد يبقى في الحاله دي تناسب ايه؟ تناسب طردي، والرسمه بتاعته بتبقى بالشكل ده. وهنشوف بعد شويه ان شاء الله الفيديو التجارب اللي موجوده عندنا هنا، وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.